أخواتي مواطني ومواطنات ولاية زغوان، نتقدم لكم أنا اليوم في إطار الجبهة الوطنية للإنقاذ، الجبهة الوطنية اللي شعارها 6 نجوم. احنا في الحقيقة نتقدم بمفهوم إجراء عقد اجتماعي فيما بين الناخب والمواطن، لأنه احنا قائمتنا مش باش تقوم على تقديم مجموعة من الوعود، بالعكس هي القائمة هذه ستقوم على شعار بكم ومعكم، معكم لأنه احنا باش نناضلوا معاكم من أجل تحقيق مجموعة من المطالب، هي في الواقع مطالب واقعية، ماهيش مطالب مستحيلة، ماهيش مطالب نتاع وعود، بقدر ما هي مطالب تستجيب لحقوق أهالي وسكان ولاية زغوان. إذا ولاية زغوان أول مشكلة ساعة نعاني منه احنا في ولايتنا هو العطش. ولاية زغوان اللي هي تصدر المياه تقريبا لعديد أنحاء البلاد، نجد أن آلاف العائلات في ولاية زغوان ما تتمتعش بالمياه الصالحة للشرب، وهذا بالطبيعة معناته يحتاج أن احنا نجندوا مع بعضنا من أجل تمتيع هذه العائلات في مختلف جهات ولاية زغوان. إذا أيضا ولاية زغوان ولاية تتمتع ب معالم تاريخية كبيرة، سواء كانت من العهد الروماني أو حتى من العهد الأندلسي، ومع ذلك ما يوقعش استغلال هذه المعالم التاريخية في سياحة تاريخية ربما أيضا تضيف إلى موردنا. أيضا عندنا السياحة البيئية، لأنه ولاية زغوان تتوفر على مجموعة من الجبال والغابات والمياه المعدنية وغير ذلك، ولكن هذا كله غير مستغل في ولايتنا. الوضع الصحي أيضا نعرفوه في ولاية زغوان، احنا عندنا مستشفى جهوي في ولاية زغوان. احنا في خطتنا للجبهة الوطنية للإنقاذ عندنا نحب أن كل ولاية تتمتع بمستشفى جامعي، دونك مستشفى جامعي في زغوان ومستشفى محلي في ومستشفى جهوي في الفحص اللي يحل مشاكل الصحة في الجهة. عندنا مشكلة التعليم في ولاية زغوان أيضا يحتاج إلى حلول منها، لأن ولاية زغوان تحتل مرتبة متدنية جدا في نسب النجاح في البكالوريا وفي خريجي الجامعات. عندنا أيضا المشاكل اللي تعاني منها بناتنا وأولادنا في المعامل اللي هم نشوفوا فيهم نهار كامل مرميين تحت الحيوط ويأكلوا في كاسكروتات باردة. إذا قلت هذه المطالب أو هذه الأوضاع باش نكونوا معاكم احنا فيها، هي باش نناضلوا مع بعضنا من أجل تحقيق هذه الأهداف. الجبهة الوطنية للإنقاذ 6 نجوم، سنكون معكم وبكم سنحقق هذه الأهداف. شكرا لكم، وسنلتقي إن شاء الله في الميدان.